اهلا وسهلا فيكم. انا موضوع جديد. اذا انا عندي ملف وورد او ملف اكسل او ملف باوربوينت، في عندي مكان معين من هذا الملف بدي احوله لصوره وتكون هالصوره منفصله وما لها علاقه بهذا الملف، كيف انا فيني اساوي هذا الشيء؟ خليني بلش بالاسهل واللي هو ملف الباوربوينت. مثلا انا عندي هذا السلايد بدي اعمله صوره، بكل بساطه فيني له فايل سيف از البروز. وين بدي احط الصوره؟ انا على سبيل المثال انا بدي احط الصوره بالمستندات او بالبيكتشرز، خليني احطها انا بالدوكيومنتس بالمستندات. هون بختار جي بي جي وبعطيه سيف. راح يطلب مني هل بدك كل السلايدات اعمل لك اياهم صور؟ طبعا اذا اخترت هذا الامر فكل السلايدات اللي عندي راح تصير صور، واذا قلت له جاست ذيس وان انه بس هالسلايد هذا فمعناته راح ياخذ لي بس هالسلايد هذا. هون هلا اذا رحت انا على المستندات راح لاقي الصوره صارت هون موجوده، هاي الصوره هون صارت موجوده تماما مثل ما هي. ملف الوورد، مثلا انا عندي هون ملف وورد، هاي الورقة بدي اخذ محتوياتها. على سبيل المثال طبعا فيني انا احدد بالشيفت مع الاسهم لتحت، اخترت مثلا الاكسرسايز 1 و2، خلصت تحديد بعمل كنترول وسي. هلا بروح على ملف باوربوينت فاضي، حدد كل شي فيه، حدد هون بعدين بلو كنترول و A، بحذف هدول وبعمل خيارات لصق هون كصورة. لاحظوا ظهرت عندي هاي الصورة. بالزر اليميني بلو Save as picture، بختار وين أنا بدي أحفظها. على سبيل المثال كمان بدي أحفظها بالمستندات وبختار هون نوع JPG. Save. طبعا هلا لازم تكون ظهرت الصورة هون عندي، لاحظوا هون هاي الصورة صارت موجودة عندي. بالنسبة لملف الاكسل في عندي مثلا هذا الملف، في عندي مثلا هون ميزانية فيها اصول، راح اخذ مثلا انا current assets الاصول المتداولة، كمان بنفس الطريقة كنترول سي وبروح على ملف باوربوينت فاضي وبقول له التصق لي اياها كصوره. هون اعطاني اياها صوره مباشره، فيني احفظها سيف اس بيكتشر تنحفظ عندي وين ما بدي. وفي طريقه ثانيه هي موضوع الكاميرا اللي اخذناه سابقا. انا بحدد المكان اللي انا بدي اياه، مثلا انا على سبيل المثال هون بدي الايكويتي حقوق الملكيه، اي الايكويتي اللي موجوده عندي بضغط هون على الكاميرا. طبعا ميزة الكاميرا انه بتعطيني صورة بالاكسل، صورة متحركة وحكينا فيها قبل، ولكن انا لما بدي اخذ هاي الصورة على برنامج تاني مثل باوربوينت او الوورد فراح تصير هاي الصورة ثابتة. هاي الصورة هلا اذا اخذت عملت لها كنترول سي وحطيتها ببرنامج الباوربوينت كنترول في، ظهرت عندي تماما وصار فيني احفظها سيف as picture. طبعا لازم اختار JPG اعطيه سيف. ولا مثل ما انكم شايفين هون بالدوكيومنت صار عندي picture 2 اللي هي عبارة عن صورة حقوق الملكية من الميزانية لملف الاكسل. هذا كان كل شيء اليوم، بتمنى ان تكونوا توفقت بالشيء اللي قدمته. اذا عجبكم الفيديو لا تنسوا تضغطوا على زر الاشتراك وتفعلوا زر الجرس لحتى يوصلكم دائما كل جديد.